صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين للتوانسة الكل. كما العادة الموعد يكون معاكم في شهر رمضان، زادة كما من 9 حتى للعشرة متاع صباح نحكيو على المواضيع الاقتصادية لكن بطريقة رمضانية. مانيش باش نكون وحدي، باش تكون تشكيلة كاملة بعد شوية تو نكتشفوها. لكن قبل كل شيء خليني نسلم على الفريق الكل يكون موجود معانا اليوم. أمير وإيمان في الإخراج، صابرين وبسمة كما العادة في الإعداد. نسلم عليكم كم انتم اللي تسمعوا فينا على efm.an والا زاده تتفرجوا فينا على efm tv. وكما تعرفوا انه اليوم يوم مهم برشا، تونس تحيي اليوم الذكرى دوك 84 بالنسبه لعيد الشهداء، وخاصه انه هذا تكريم للناس اللي حاربت، الناس اللي استشهدت، وتبقى ذكرى ديما حيه في قلوب التوانسه الكل. لكن ان شاء الله ان شاء الله انه كيما برشا ناس غلبت المصلحه العليا للبلاد وسرعت في القضايا الكبيره، على خاطر بلادنا تستحق اكثر من هكا وخير من هكا. وان شاء الله الناس اللي فدات دمها للبلاد هذية ما يمشيش هكاكة، على خاطر اليوم تونس عزيزة وكبيرة، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا على كل. وهذية أقل حاجة اليوم أنه يلزمنا نكرموا الناس والشهداء، شهداء الوطن جستما اللي حاربوا واستشهدوا من أجل العلم. تحيا تونس دونك، ويحيا الشعب التونسي كما يقولوا. وهذاك علاش حبينا تكون لفتة من عند عليا بني وطني على EFM أحلى غاديو. تبقى خالدة في ذكرى التونس الكل، وخاصة في يوم كما يوم عيد الشهداء. كما العادة اليوم زاد في برنامجنا اقتصادنا بالملي باش تكون برشا فقرات جديدة تو نتعرفوا عليها تباعا، لكن زاد المواطن التونسي المستهلك التونسي باش تكون عنده فقرة خاصة به. اي نعم، فقرة خاصة به دوك سوختو لقيت هذايا، فما اللي يمشي للمارشي، فما اللي قاعد يعمل في دورة في الاسواق. دونك كان لقيت حويجة ما عجبتكش، قلقتك، لقيت زيادة في الاسعار، ما انا ديما نزيد شوية نحن في الأسوام في رمضان، وخاصة زاد إذا لاحظنا حاجات هكا مش واضحة وإلا فما عملية غش، راو تنجم تكلم الموزع الصوتي 71 194 194 71 194 194. خاطر بعد شوية ديما في كل دوك نهار سبت باش تكون منظمة الدفاع المستهلك حاضرة معنا تتفاعل معنا وتتفاعل خاصة مع تشكياتكم. دونك ملا كلمونا من توا على 71 194 194. فقرات جديدة باش تكون موجودة معاكم، وكما الفقرة اللي باش نبداو بها اليوم نحكيو على لا مارك دو لا سيمين. لا مارك دو لا سيمين هذيا حبيناها باش تكون باي بيانا بانك، اللي كل مرة نتعرفوا على ان برودوي يخص البيانا بانك. اليوم اخترنا باش نحكيو على ان برودوي بارتيكولير وينجم يهم الناس الكل الكبير والصغير. دونك نحكيو على الام بانكينغ. الام بانكينغ اللي هذه ستون ابليكاسيون نتاع البيانا بانك اللي تنجم تعطي لاكسي للناس باش ياخذوا يتعرفوا على سيرفيس بانكير نتاعهم الكل ا ديستانس من غير ما يتنقلوا بالابليكاسيون هذيا اللي هي الام بانكينغ. دونك الابليكاسيون هذيا اللي تخليك تنجم تكونسلتي الكونت نتاعك بانكير من غير ما تقعد ماشي للبنك، تنجم حتى تروشارجي والا زاده تجيري لي كارت نتاعك بريبي، وتنجم زاده تعمل لي فيرمون، وتنجم تتبع الفيرمون نتاعك وتكونسلتي الفيرمون نتاعك، وحتى تنجم تتبع الكريدي نتاعك وتزيد كماندي كارنيه تشيك. سورتو نعرفوا انه ساعات نتغسروا، دونك راهو اترافير سيت ابليكاسيون مع البيانا بانك دونك تنجم جوستومون تعمل اون دوموند نتاع كارنيه تشيك ا ديستانس. والا سورتو كان جيت وتخسرت وكل نجم تبع ثمان زاده اون ليني. دونك بيان سور هذايا زاده اترافير لابليكاسيون ام بانكينغ ولابليكاسيون بي ان ام بانكينغ، راهو نجم تري شارجيها بيان سور على جوجل بلاي والا على الاب ستور والا حتى دونك على الهواوي اب جاليري. دونك هذوما بالنسبه للتيلي شارجمون، وتنجم زاده تشوفها وتكونسلتيها يا اما من تليفونك والا حتى على الاورديناتور. وراهي سي اون ابليكاسيون خاصه باللي زونتربريز والا حتى زاد باللي بارتيكولير يعني الناس الشهاره. دونك تنجم تتمتع بهالابليكاسيون هذيا، يسوفي جوست ان تاخذ لاكسي نتاعها بيان سور اترافير الاي بانكينغ. وبيان سور اون فوا ولا عندها الاي بانكينغ نتاعها دونك تولي تتمتع بالابليكاسيون اللي حبينا اليوم نحكيو عليها اللي هي ام بانكينغ. وهذه كانت لا مارك دو لا سيمين باي بيانا بانك. انت
أنتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي سبيسيال رمضان على EFM أحلى راديو. اقتصادنا بالملي في رمضان مع البينا. فوالا دونك هذه بالنسبه للروبريك نتاعنا بيانا بانك. دونك باش نمشيو جوستومون نسمعوا فاصل اشهاري مع البيانا بانك. دونك سي امبورطون ومن بعد نرجعوا معاكم باش نستقبلوا الفريق كامل في دونك اقتصادنا بالملي. التشكيله الكل نتعرفوا عليها بعد شويه. تصور بنكتك معاك في التليفون في كل وقت وتعطيك اكسي للي سيرفيس نتاعها الكل وين ما كنت. البيانا تقدم للحرفاء نتاعها لابلي. انتم تسمعوا في اقتصادنا بالملي سبيسيال رمضان على EFM احلى راديو. اقتصادنا بالملي في رمضان مع البيانا. اقتصادنا بالملي صباح النور. مرحبا الناس الكل. كما العاده قلنا باش نحكيو في شهر رمضان باش نحكيو على التمخميخ باش نحكيو على الاسعار باش نحكيو على قفه المواطن على الاستهلاك وعلى كل ما يخص بيان سور المواضيع اللي عندها علاقه بشهر رمضان. لكن زاده باش نحكيو على البيئه وعلى المواضيع البيئيه وشنو هي علاقتها بالاقتصاد. باش نرجعوا لايام زمان ونشوفوا كيفاش كانت الامور تدار في الاقتصاد باش نلقاو الحسبه ديما مع البزنس اما بطريقه اخرى. دكتور تعرفوا على الربريك نتاعها. لكن انا فرحان برشا بالليكيب الكل باش تكون موجوده معنا في شهر رمضان. صباح النور بسمه. صباح الخير فارس. صباح الخير الناس الكل مستمعينا سواء على الراديو ولا على ولا يتفرجوا فينا ولا اوكي يتفرجوا فيك. صبحوا عليهم ونسلموا عليهم الناس الكل. هلول بزنس. صباح النور فارس. صباح مدام بزنس. عجبتني ولات هذه ذولي السورنوم تاعك صحيح خبيه. دوك مدام هيلا مرحبا بيك بكل شيء. وزاد فرحانين برشا بعنصر جديد ينضاف معنا في دوك اقتصادنا بالملي مايسا ساندلي. مرحبا بيك مايسا. صباح النور. صباح الخير فارس. صباح الحمد لله لباس. نحسك الكل بلو هكا بلو وياسر بلو. منين جاية منين انت من بلاصه 100% بلو 100% بلو 100% ايكولو. دونك بيان سور مايسا زاد باش تكون موجوده معنا وباش ترافقنا في شهر رمضان باش تكون موجوده في فقره خاصه فقره تخص المواضيع البيئيه جرين. تو نتعرفوا عليها الفقره هذه وشنو اليوم مخبيت لنا وشنو باش تحكي لنا اليوم في الفقره نتاعنا. لكن كيما تعرفوا انه نحن الديبريف ريفيزيتي المره هذه. دونك الناس اللي تبع فينا نعملوا ديما ان تور دو تابل باش نبداو مع اول اخبار. بس ما انت اليوم شنو هو الاخبار اليوم اللي هكا عجبك والا اللي حبيت تحكي عليه في ديبريف رمضان؟ الحقيقه انت تعرف المسلسل اللي عز على قلبي هو علاقه الحكومه بصندوق النقد الدولي. ياسر يعز عليا وحبيتش نفلت الفرصه في رمضان اني نحكي عليه. والسيناريو مره يمشي ومره يجي معناتها مرة هما يجيونا ومرة احنا نمشي. والمرة هذه فما وفد حكومي باش يمشي في الفترة ما بين 18 و 24 في أفريل الواشنطن واللي هي تتزامن مع اجتماعات الربيع بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. الأخبار هذه قالوا سمير سعيد وزير التخطيط والاقتصاد قال لي الحكومة محضرة وثيقة جاهزة وقال فيها برشا إصلاحات وقال اللي حتى انه الحكومه شرعت في تطبيق البعض منها. الحقيقه كلنا نعرف وما زلنا في المحادثات معناتها اللي هي ما زالت في مرحله المحادثات باقي في مرحله المحادثات وناويين باش ناخذوا في جوان دونك القرض اللي قالوا عليه دونك بالنسبه للأربعة مليار دولار هكا ولا هما هذه الحكومه تقول عليه. الحقيقة أنا حبيت نأكد للوثيقة اللي يحكي عليها سعيد احنا ما عندنا عليها حتى فكرة لا في الإعلام لا المواطنين عندهم فكرة. دونك لازمهم قبل ما يمشيوا لواشنطن يقولون شنو معناها شنية محتوى شنية الإصلاحات وخاصة أننا نعرفوا اللي سعيد قيس سعيد الرئيس قال اللي ضد التقديس في كتلة الأجور ضد تخصيص المؤسسات العمومية وضد رفع الدعم يعني شنية الإصلاحات اللي باش يلتزموا بها مع صندوق. جوستومون دوك بالنسبة للمسلسل متاعك هيلا انت شنو عندك مسلسل ولا شنو الاخبار اللي باش تحكينا عليه واللي ممكن اثر انتباهك الجمعه هذه؟ جوستومون دونك فارس اليوم جبت لكم الخبر نتاع البنك الدولي اللي منح لتونس منحه نتاع 400 مليون دولار واللي يجيو توا ابوبخي 1200 مليون دينار عدد دولار ولا 3000 توا على 2008 2009 3 قرون فلفل معناها
3 دينار سكرنا ال 3 دينار دونك ان فيت المنحه هذه نتاع البنك الدولي باش تكون لفائده مشروع الحمايه الاجتماعيه لمجابهه اثار جائحه الكوفيد 19 دونك المنحه هذه باش تشمل اكثر من 900,000 اسره ذات الدخل المحدود وباش تعزز باش تحاول تعزز قدرتهم على تجاوز الازمه الصحيه هذيا. المنحه هذه زاده باش تشمل الاطفال اللي عمرهم اقل من 5 سنين واللي ينتميوا للاسر الفقيره وذات الدخل المحدود زاده وباش تعاون زاده على دعم المنظومه الاجتماعيه والميز ان بلاس نتاع الاصلاحات واللي ريفورم دو لا بون غوفيرنانس والرقمنه نتاع الحمايه الاجتماعيه هذيا. اي ما هو هذا الاخبار معناتها ماهوش جديد. البنك العالمي قاعد يعمل في كل القوى نتاعو فمش ما ينجم يعاوننا خاطر يمكن سكي سور انه اليوم ما ينجمش يكون يعطينا جوستومون يعني قرض ما دام ما عندناش الضوء الاخضر. هما الكفاءات التونسيه معناها اللي في الخارج بالرسمي قاعده تتعاون فينا وسي فريد بالحاج قاعد يدز مع تونس على خاطر الجائحه معناها اللي تعديت علينا خلفت 600,000 تونسي دخلوا في الفقر زايدين معناه على النسبه من نسبه الفقر كانت في حدود 15.5% وليت 21% وهذا اللي خلى انه البنك العالمي يعطينا في دفعه اولى 300 مليون دولار وتويكا 400 مليون دولار هذوما اللي هما تقريبا باش يكونوا 200 دينار معناتها الكل الكل اسره معناتها هبط المرسوم في الرايد الرسمي اللي باش يعطيو كل عائله 200 دينار وباش يزيدوا 10,000 على كل طفل. اي لكل طفل وخاصة إذا كان حامل يعني بطاقة إعاقة جوستومون. دونك هذايا بالنسبة للأخبار وفيما يخص برنامج الأمان الاجتماعي. دونك بيان سور ميسا نتصور الأخبار نتاعك عنده علاقة بالبيئة أنت ولا باش تهرب بينا؟ هو اكيد عنده علاقه بالبيئه اما ما نحكيوا على البيئه نحكيوا على الاقتصاد ومزوز حاجات يمشيوا مع بعض. انا اخترت خبر نسبه تعبئه التو دو رومبليساج نتاع البراجات اللي هي نسبه 2%. الرقم هذا سمعناه برشا الجمعه هذه والناس فرحانه به اما الخبر الصحيح اللي لازم يتقال هو 48% من البراجات فارغين اليوم. تونس عاد يوصفنا هذيك هي المشكلة نخمو فيها. اليوم هي تونس على البوديوم متاع البلدان المهدد بالفقر المائي مع الأخيين الجزائر والمغرب والليبيا من هنا 2040 حسب World Resources Institute المعهد العالمي للمياه. وهذا اش معناها؟ معناها شروط اللي تخلي الحياة الممكنة في تونس ما عادش باش تكون متوفرة مع الماء، الزراعة، تربية المواشي اتسترا. ولهنا نوليو نحكيو على السيادة الوطنية اللي أساسها الأمن الغذائي. وإحنا ديجا ما عندناش أمن طاقي وبالطبيعة ما فيهاش بالطبيعة بلاصة ما فيهاش ماء ما فيها حتى أكتيفيتي إيكونوميك. وكان فما دوسي اليوم طار يزمو يتحط على الطاولة هو راهو دوسي الماء. دوسي الماء جوستومون خاطر نحن اليوم تحت خط الفقر. فما تعليق فما حاجه تفضل. انا باش نعلق اللي معناها مواردنا المائيه هي 80% منها ماشيه للقطاع الفلاحي. وديما هنا نحب نركز هذه على الجريمه اللي قاعده تتمارس في حق الموارد المائيه في تونس واللي هي الزيتون السقوي. الزيتون السقوي اللي معناه يستنفذ كميات كبيره من الماء وبعد ليك نبداو احنا نتبجحوا هنا صدرنا 620 الف طن 800 الف طن وجبنا فلوس الورك وهي قاعده تقضي على الموارد المائيه نتاعنا. اكزاكتومون. وممكن اليوم زعما حاجه باهيه ولا خايبه هو خاطر الماء اللي خايفين عليها ما عنده علاقه زاده بالخبر اللي باش نحكي عليه هنا اللي هو الخبر الفوسفات. دونك مسلسل اخر زاد الفوسفات معناتها بعد ما كانت بلادنا من اول من البلدان الاولانيين معناتها في التصدير وكان بالنسبه لنا نحن هذاك مين كبيره دارجون للماليه العموميه وللوضعيه نتاعنا. اليوم ولينا نحكيو تقريب على انتاج تاع مليون معناها كنا ننتجو تقريب 8.5 مليون طن اليوم نلقاو روحنا ننتجو تقريب في 3 ملايين جوستومون طن. دونك هذايا يفسر اليوم انه الوضعيه
جايه من برشا حاجات، جايه من انه المجمع الكيميائي اللي ما يمشيش ما يخدمش، من تعطيل السكه نتاع الحديديه، من شركه فوسفات قفطة وما تابعها وما جاورها وكل، وخاصه انه كي نرجعوا لتصريح يعني كان موجود في وكاله تونس افريقيا للانباء، يقول لك على انه الانتاج اليوم يعد اقل بنسبه 27% مقارنه مع كميات الفوسفات التجاري اللي توقعت الشركه انتاجها في الفتره هذه. دونك وخاصه انه قيمه الانتاج ده بيان سور ارتفعت ب 750 الف طن، يعني باكثر من 65% مقارنه بالفتره الماضيه. واليوم السؤال زاد هذايا زعما ما يمسش بالامن القومي، هذايا ما عندوش علاقه اليوم بالاقتصاد، الناس اللي تعطل والناس اللي توقف اليوم في العجله نتاع انتاج الفوسفات الى متى باش نتواصلوا هكا؟ معناها دونك ما كذبش وقت اللي قال اتحاد العام التونسي للشغل انه تونس غنيه لاباس عليها، كان الدور في حواليها تو تلم الفلوس اللي ممكن عندها، وهذا الكل ينجم يكون انا نعتبرهم ديفويت معناتها في الماليه العموميه. دونك ان شاء الله في اقرب وقت نديركوا هالموضوع هذايا ونرجعوا كما نقولوا نحن للصداره. تفضل ميس. لهنا فارس ما دام احنا حكينا على المجمع الكيميائي نحب جوست نعقب على الحكايه. اليوم المجمع الكيميائي اللي موجود في جيبس، شط جيبس معروف اللي هو اهم شط لتعشيش الفكير البحر وبرشا حيوانات اخرى. اليوم الشط هذايا تقضى عليه جره التلوث اللي يعمل فيه المجمع الكيميائي. لهنا بطبيعه ما نحبوش احنا الاقتصاد يوقف، اما زاد ما نحبوش تكون فما مخاطر كبيره على البيئه نتاعنا. ماذا بينا ممكن لازم طريقه ناجعه طريقه مستدامه، هما فما دي تكنيك باش ينجموا يخدموا برشا على النفايات نتاعهم وينظفوهم وما يخليش حتى المجمع الكيميائي هذايا الاقتصاد يمشي او ميم طون البيئه ما تتضرش ان شاء الله نولي نخمو فيها. وي جوستومون، وهذا هو اللي يمكن اليوم نحكيو على الفلاحه المستدامه ونحكيو على البيئه المستدامه جوستومون والانتاج النظيف. ممكن هذوما هم الحاجات اللي يلزمهم اليوم نحكيو عليهم في سياساتنا العامه نتاع بلادنا. دوك هذه هي الدوره نتاعنا وهذا كان الديبغيف. لكن كما العاده مدام العمله صعب، شنو الامور النفط عندك؟ خاش قالوا لك البارح في اوكرانيا، فهمت الاسعار كيفاش نتاع النفط يا بسمه؟ اسعار النفط انا تعبنا، انا باش نخلي الكهرباء ولا نمشي على سقايه. بسكليت برافو صحيت. اسعار النفط عموما انخفضت خلال الاسبوع ووصلت حتى 98 دولار، وهذا بسبب انه الدول المصدره للنفط جبدت شويه من مخزونه وصبته في الاسواق باش تهدي شويه الاسعار. بالنسبه لاسعار الصرف، الدينار شد انزلاق تاريخي قدام الدولار اللي تجاوز عدد 3 دينارات لاول مره منذ 3 سنوات. المره الاولى اللي هبط فيها معناها 3 دينارات في 2017 وبعد في 2019 وتويكا المره الثالثه. اما يظلي اليوم الدولار طالع بالقدية على خاطر زاد معناها ما عادش نحكيوا على الاورو سورتو في الوضع هذايا والحرب اللي بين روسيا واوكرانيا وكل معناها هو معناها ديما الدولار عمله ملاذ، معناها كي وين تبدا ازمه الناس معناها تبدا تشري في الدولار خاطر معناها هو اللي يشريوا به المواد الاساسيه والنفط. سي نورمال انه يطلع في معناها في، لكن الباهي اللي الدينار ديما شادد روحه قدام اللورو، وهذايا ديما نقول اللي بفضل مخزوننا من العمله الصعبه. فوالا دونك اليوم هذا بالنسبه لي فكره. هيلا عندك حاجه باش تعلق عندك؟ انا فارس عندي لهنا انا نشوف الحق فرصه كبيره لتونس ما دام البترول قاعد يغلى، وهو بتبيعته العلماء قالوا له قاعد يوفى معناها ما عادش باش اللي دينيغي فوسيل ما عادش. هو طب شنو اليوم نحكيو على الكهرباء ولي فواتور هيبريد المتجدده والطاقات البديله. عندنا اليوم الشمس 365 في اليوم في العام، عندنا الشمس متوفره في الجنوب التونسي وقيد كان المحطه نتاع توزر تخدم ونعملوا محطات اخرى ان شاء الله. جوستومون وهذا نرجع باقي للاقتصاد النظيف والاقتصاد الاخضر. حاسيلو فريمون عارف اون انونس لا كولور يا جماعه كيفاش باش تكون البرنامج نتاعنا. فرحان برشا جوستومون بالليكيب الكل موجوده معنا. مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا على الاي اف ام تي في وتتبعوا فينا وتتفرجوا فينا على الاي اف ام تي في ولا تسمعوا فينا زاد على الاي اف ام بوان تي ان. كيما قلت لكم كان ريتو حويجه فما غشه فما زياده في الاسعار فما بلاكه مش محطوطه ولا فما شويه احتكار
خصوصا برشا احتكار. دوك كلمنا على الموزع الصوتي 71 194 194 بعد شويه زاد باش تكون حاضره معنا منظمه الدفاع المستهلك ديما كل نهار سبت. دوك تتفاعل مع الاسئله نتاعكم مع شكاياتكم واكيد انه هذا الكل يكون في المباشر بعد شويه. بس ما حاضره باش نحكي وبعد شويه في اقتصاد زمان وباش نرجع معاك على الذهب يا بسمة. توا واحد مازال قادر يشري الذهب يا بسمة مازال الذهب راه توا ما عادش. أنا باش نحكي على الذهب الأبيض. إي. في أول حلقة من اقتصاد زمان باش نحكيو على الذهب الأبيض. سامحوني راني مانيش باش نحكي على الذهب اللي يتباع في سوق البركة، لكن باش نحكيكم على الملح. إي الملح. الملح اللي ينصحونا الأطباء باش نقصوا منه على خاطر يضر بصحتنا وخاصة في الشهر الفضيل. الملح يا سيدي كان في قديم الزمان عملة يتعاملوا بها التجار وعنده قيمة اقتصادية كبيرة. فلوس يبيعوا بها ويشري. الكلام هذا كان في العصور الوسطى. الملح وقتها كان حاجة غالية برشا وشكون يخلط على شوية منه، وكان وقتها على شكل حجر كبير ويكسروه باش يرجعوا الباقي، واللي يكسب تشيشة منه كسب الدنيا وما فيها، واللي يخلط عاد على ملاحة ويولي ينتج في الملح يولي يلبس عليه وما يعرف طرف خلاها وين. ويقول القايم منين جات القيمة الكبيرة للملح فك الوقت. هو في الحقيقة ما يغيب على طعام، وزيد في الوقت هذاك كانوا يستخدموه باش يصبروا الماكلة واللحم كما يستعملوه في برشا صناعات كصناعة الفخار وصناعة الجلود. وتطورت تجارته وقتها وكان عملة نادرة، وحتى انه كانوا يهربوه من بلاد لبلاد باش ما يدفعوش عليه الأداءات. وظهرت في الحضارة الرومانية ضريبة كانوا يسميوها ضريبة الملح. الملح هو بالفرنسية لوسال، وجات منه كلمة لوسالير ويعني الأجر ولا الشهرية، على خاطر في الزمن هذاك العباد كانت تخلص بالملح. وحتى فما مثل روماني يقولوه كي جندي يقوم بالعمل متاعه على أحسن وجه إنه استحق الملح متاعه، يعني استحق أجره. لكن بتطور العصور والأزمان خرجت عملات أخرى منها اللي اعتمد على الذهب والفضة، لين وصلنا في عصر العملة الورقية وتوا العملة الإلكترونية والافتراضية. هذه أول حكاية من حكايات اقتصاد زمان، ونتقابلوا معاكم نهار السبت الجاي في حكاية جديدة من اقتصاد زمان. بغفو يعطيك الصحة بسمة. دوك اقتصاد زمان هذه الفقرة اللي كل مرة باش نرجع على كيفاش كان الاقتصاد يصير، شنو العملات اللي كانوا يعتمدوها. ملا ذيك علاش هذا حق الملح متاع المرأة اللي صنع في رمضان طلع يدخل في طار الضريبة وما يتنحاش معناها بما أن الوضعية كما ضريبة على الثروة تويكا نحكي كانت ضريبة على الملح، معناها اللي عنده برشا ملح لازم يدفع عليها ضريبة. وما دام واحد يأكل في رمضان دوك في آخر رمضان يلزم يود مرته بحق الملح. واضح وصلت المعلومة. هكا ذهب أبيض ماذا بيك زيدة وإلا الرجل يود مرت المرأة تود رجلها بحق الملح كان هو يطيب وفماش حتى حق الذهب مثلا واحد حاجة أخرى. ما ديما الراجل هو مسكين يصرف يا رب يعلم بحاله في رمضان شو هيلا ديما عال مسكين. أي نعم مسكين الراجل هو اللي يصرف مسكين علاش توا الراجل يستخدم هي ما الراجل ديما يصرف ما هو زاد الراجل يصرف دوك ويعاون المرأة دوك حق الملح حق الملح يتقسم معناتها بين المرأة وبين الراجل دوك هكا في إطار التناصف. كل شيء لازم يتقسم إذا كان الأعباء وإلا زاد الهدايا وكل شيء يتقسم. ولا هذا هو دوك اللي نحرصوا عليه الكل ديما الباريتي. أي سيدي كما العادة نحن في اقتصادنا بالملي بعد ما عرفنا بيان سور حق الملح وحكينا سخطوه على الملح كيفاش كان قبل كعملة ديما مع هيلة باش نتعرفوا معاك هيلة في فقرتك جديدة اللي هي قديش بالملي. نحن تقريب نحكيه على غلاء الأسعار الدنيا شاعلة فيها النار ويظهر لي هذية راجع من برشا حاجات أساسها التضخم اللي باش نحكيه عليه اليوم معك انت اتفضلي. توتافي فيرس. دونك في قديش بالملي باش نحاولوا كل جمعة نجيبوا أنا انديكاتور نحكيه عليه ونفسروه للمستمعين. دونك اليوم اخترنا باش نحكيه على نسبة التضخم واللي نقولوا لها تو دانفلاسيون بالفرنسي. شنو معناتها التضخم؟ هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار من فترة إلى أخرى. شنو معناتها التضخم؟ هذايا هو كل دينار تاع
تملكه ينجم يشري لك نسبة أقل من السلع ولا من الخدمات من فترة إلى أخرى. باش نعطيك أن إكزامبل فارس، أنت عندك 10 دينارات في جانفي مثلا، مشيت قضيت بهم جابوا لك 5 منتوجات. في مارس 2022 كي مشيت تقضي ال 10 دينارات هذوما جابوا لك كل شيء 4 وإلا 3 منتوجات، على خاطر صار ارتفاع في قيمة الأسعار هذوما والأموال ولا النقود اللي عندنا انخفضت القوة الشرائية نتاعها. داكوغ، دونك توا باش نحكي شويه على اسباب التضخم. شنو هي اسباب التضخم وعلاش نسبه التضخم تعلى من فتره الى اخرى؟ التضخم ينجم يكون ناجم او الا ناتج عن ارتفاع الطلب. شنو معناتها؟ يعني تنجم تكون فما زياده اجماليه في الطلب على منتوج معين مما يؤدي الى زياده السعر نتاعو. نعطيك ان اكزامبل فارس، في العيد الكبير مثلا تولي يولي فما برشا طلب على اضحيه العيد الكبير، في راس العام يولي برشا طلب على الجاتو، صحيح، في المولد يولي برشا طلب على الزقوق. دونك هذاك علاش دونك هذاك علاش الاسعار نتاعهم ترتفع. دونك اذا نمو الطلب اسرع من العرض، دونك فالاسعار سترتفع به. عندنا التضخم زادة اللي نجم يكون ناجم والا ناتج عن ارتفاع التكلفه. شنو معناتها؟ الشركات اللي تصنع في المواد تنجم تكون عرضه الى ارتفاع تكاليف الانتاج، كما ارتفاع الاجور، كما ارتفاع الضرائب، كما زياده تكاليف الواردات، كما ارتفاع ليسانس، كما ارتفاع الالكتريسيتي والا الضوء. دونك هوني الشركات هذوما تولي تقوم بزياده الاسعار نتاعها ولا اسعار المنتوجات نتاعها باش هكاك تحافظ على هوامش الربح نتاعها. داكوغ، دونك فما زاده التضخم اللي يكون ناتج على هذه يتسمى التضخم المورد، اللي يكون ناتج على ارتفاع اسعار السلع او المنتوجات المورده. جوستومون اللي نعيشوا فيه اليوم بصفه واضحه. جوستومون كما اللي نعيشوا فيه من الحرب اللي صايره بين روسيا واوكرانيا. دونك توا بعد ما فسرنا اش معناتها التضخم وشنو هي الاسباب نتاعو، حبيت نعطي لي شيفر نتاع شنو الارقام اليوم النجم نشدوهم ترى. ولا في شهر مارس عندنا نسبة التضخم أنفيت وصلت ل 7.2% حسب المعهد الوطني للإحصاء، واللي هو يتسمى من أعلى المستويات اللي وصلنا له في الأعوام الأخرانية. أنفيت في شهر فيفري نسبة التضخم كانت في حدود 7%، وفي شهر جانفي 2022 كانت في حدود 6.7%. حسب المعهد الوطني للإحصاء هذا يفسر الأوغمونتاسيون هذه ولا الارتفاع هذا متاع التضخم، اللي هي جاية أساسا ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان اللي ارتفعت من 19.4% في فيفري إلى 21% في شهر مارس. فما زاد أسعار الملابس والأحذية اللي ارتفعت من 8.9% في شهر فيفري إلى 9.8%، وفما زاد أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية اللي ارتفعت زادة من 5.7% إلى 6.1%. تو باش نرجع شوية للمواد الغذائية زادة اللي زادت ب 8.7% حسب المعهد الوطني ديما للأحصاء حسب الانزلاق السنوي، وهذا يعود اساسا الى ارتفاع اسعار البيض بنسبه 22% اللي ولا اي جوستومون زاد تقريبا 20% اليوم البيض معناتها اكزاكتومون جوستومون 22% بالضبط. اسعار زيت الزيتونه زاد اللي ارتفعوا بنسبه 20.6%. عندنا اسعار الغلال زاد ارتفعت ب 18.9%. اسعار الدواجن ارتفعت ب 14.1%. بارك الله فيك. سي بون سي بون، وقفت الليستا معناها سي بون، خلينا الدوزه نتاعنا دونك هذا زاد اليوم نجم نقوله معناتها في تفاعل مع بعضنا انه زاد يظل اليوم الدوله التونسيه بيدها، هي بيدها متسبب بطريقه غير مباشره اليوم في التضخم هكا ولا بس يمكن هي وصلت روحها زاد الوضعيه. هو هو الخطابات المتشنجه معناها، والخطابات اللي انت معناها اللي متوريش اللي يعني اللي اللهفه نتاعنا واللي الشريان نتاعنا هو معناها اللي يتسبب في الوضعيه هي. حتى حد ما يخرج مثلا يقول لا المواطنين لا تنحاربوا الاحتكار ويرجعوا الاسعار، هنا حاربنا وعملنا قانون لكن الفلفل ب 9200. فهمت. حبيت انا معناها نعلق على هي المشكله الكبيره في الغلاء وفي في نسبه التضخم، انه الاحساس نتاع الغلاء وخاصه عند الزويوله. الزويوله علاش؟ خاطر هي كيف تقول لك اللي المواد الغذائيه ارتفعت ب 8.7%، راهو يحسوها الزويوله علاش؟ خاطر نص
الانفاق نتاعهم يمشي للماكل يمشي للمواد الغذائيه. حسوا الورك معناها الناس اللي لاباس عليهم النسبه هذه بتكون في حدود 20%. لهذا معناها عندها أهمية كبيرة إن إحنا نراقبوا مسالك التوزيع نراقبوا مسالك التوزيع شو اللي عندنا تخسابيليتي. والحاجة الأخرى اللي التضخم راهو باش يعني أثر على السياسة النقدية، يعني ممكن غدوة البنك المركزي مجبور باش يزيد في نسبة الفايدة، وهذا يأثر على المؤسسات وعلى الاستثمار ويقلق معناها نسبة النمو. لكن زاد اليوم علاش أنا نقول البلاد تثبت في هذا؟ لخاطر زاد اليوم إذا قاعدين نرجع الموضوع الشهري، معناها إذا زاد اليوم قاعدين ناخذوا في الكريديات باش نخلصوا الشهري وما فماش انتاج وما فماش انتاجيه وما فماش استثمار، باش نقعدوا ديما في نفس الوضعيه هذه في السيركل هذا فيسيو نتاع الانفلاسيون هذا. خطر اليوم برشا دول عاشت الوضعيه هذه لكن عرفت كيفاش تدارك. كي تلقى انت نسبه تضخم نتاع 7.4% وفي المقابل نسبه النمو 3.1 ولا. كان جاي نسبه النمو في 10% راهو نسبه التضخم ما كانتش في 7% ما تقلقش كما قلت اكزاكتومون، مش كما تويكا اللي هي نسبه النمو معناها ضعيفة برشا في حدود 3%. دونك لخدمة لقدمة وزيد كريديات ووضعية دونك سياسية واقتصادية حرجة ما نجم نعمل هنا كل برودوي هذايا نتاع الوضعية هذه، على خاطر اليوم التضخم الناس الكل عاشته لكن كيفاش نداركوه وكيفاش نحاولوا أن نقصوا منه كل هذا يجي بالمعطى الاقتصادي والمعطى السياسي والمعطى الاجتماعي اللي نعيشه فيه اليوم في بلادنا. دونك فوالا هذا بالنسبة للقصة. نعلق بيتفي كما قالت بسمة وفيت فما خاطر غلاء المعيشة مش الفئات الاجتماعية الكل تعيشوا ولا تحسوا دو لا ميم مانيير كما قالت بسمة، خاطر فما كل فئة اجتماعية وعندها لو باني نتاعها ولا القفة نتاعها منيش متكونة. فما اللي متكونة أغلبية من المواد الغذائية، فما قبيلة حكينا على توسكي التجهيزات المنزلية، دونك فما كل واحد والقفة نتاعه وكل واحد منيش متكونة والحاجيات نتاعه كل واحد وكل فئة. فما فئات تحس فما فئات تقول لك ليه مانيش قاعدة نحس بغلاء المعيشة. هي القفة اللي نحسبوا على أساسها نسبة التضخم في الإي إن إس فيها 26.2% المواد الغذائية، فيها السكن والطاقة 19%، وفيها النقل 12%، والاخرين نسب تتراوح ضئيلة شوية ما بين 2 و5%. اي واضح جوستومون. دونك هذا بالنسبة لقديش بالملي، وحابين نحكيو على التضخم وخاصة على اليوم أثاره على قفة المواطن وعلى وضعية الأسعار. كما العادة كما قلنا فقرة جديدة باش تكون موجودة معنا ديما في دوك اقتصادنا بالملي اللي هي فقرة جرين، واللي نرجع فيها على المواضيع البيئية، المواضيع اليوم اللي كما قالت ميسا قبيلة عندها علاقة كبيرة بالاقتصاد، وذلك علاش الفقرة هذه تكون باي بلوتين. بلوتين هذه الجماعة اللي قاعدة تسمع فينا راو سي لو برومي ميديا 100% ايكولو. اي نعم دوك لو ميديا هذه تنجموا تدخلوا تلقاوها على انستغرام ولا تشوفوا زادة حتى على الفيسبوك ميسا صندلي. دوك باش تكون معنا ديما في فقرتك هذه جرين باي بلوتين. دوك واليوم يظهر لي باش نحكيو على الزبلة، معناتها اليوم حبينا ولا كرهنا اللي الزبلة متاعنا نجموا نصنعوا منها العجب ونخرجوا منها الذهب. اكزاكتومون الزبلة نخرجوا منها الذهب. اليوم باش نحكيو على البربشة على الغوسيكلاج وكيفاش من الزبلة نخرجوا الذهب. نرجع شوية على مسلسل الحرقة اللي صلت الضوء على الناس نشوفوهم الخمسة متاع الصباح يفرسوا في الزبلة ويلموا في البلاستيك ويدزوا في البرويتة 365 نهار في العام البربشة. وكانت فرصة زيادة باش نحكيو على المعاناة اللي يعيشوها البربشة، اللي يحط يده يلوج على البلاستيك تضربوا إبرة الله أعلم شنو فيها، اللي يده مخربة باللي سيكاتريس من حكوك الطماطم والقزاز، واللي يشد سبيتار على أمراض فرويري من السموم اللي يتنفسها من المصب، بخلاف اللي هما ما عندهم حتى تغطية اجتماعية لا كرني أبيض ولا أنتريد. أما اللي ما تحكيش عليه اللي البربشة عندهم دور مصيري في الاقتصاد بما أنهم أهم حلقة في رسكلة وإعادة تدوير النفايات في تونس. وكانت أصحابه اللي الدولة ما في بالهاش بالدور هذا، نحب نبشركم اللي الدولة في بالها ونعطيه الكلمة اللي رئيسة الحكومة نجلة بودن. Pollution par le plastique coûte à la Tunisie 2% de son PIB. La pollution par le plastique coûte à la Tunisie
2% de son PIB. التفكير الذكرى تنفع المؤمنين معناها دوك اليوم الكو 2% 2%. رئيس الحكومة قالت اللي تلوث بالبلاستيك يخسر الدولة 2% من ناتج الجملي نتاعها، معناها 2400 مليون دينار، برشا فلوس، برشا فلوس. 400 مليون دينار هذوما خسارة بالتلوث البلاستيك. زعما شنو نجمو نعملو بهم هذوما 2400 مليون دينار؟ هيا شدوا عندكم 12 مستشفى جامعي، 68 محطة طاقة شمسية كيما متاع توزر، وهذا زاد تقريبا نفس تكلفة صندوق الدعم للمواد الأساسية. ولهنا نفهموا الدور المهم للبربيشة اللي بالبرويتة متاعو يعاون في اقتصاد دولة كاملة. أما خلينا نشوفوا احنا قديش زعما نرسكلو في البلاستيك اللي نستهلكوه. مش نعملو كويز مع بعضنا؟ نايس. شنو هي الكويز؟ قديش نرسكلو في البلاستيك اللي نستهلكوه؟ الاحتمال الأول 4%، الاحتمال الثاني 14%، الاحتمال الثالث 40%. عندكم نقول أنا نتصور 4%، حتى أنا 4%، وأنا بيجي نقول 4%. قاعدين دروسكم يا جماعة. والجواب صحيح 4%. ما فهمش مليون. الأربعة في المية هذو كان مش البربيشة ما يترسكل منهم شيء للأسف، ويمشيو كالعادة يزينونا بحوراتنا، غاباتنا، وودياننا، وشوارعنا. شنو الحل زعما؟ كيفاش نجمو نعاونوا البربيشة ونعاونوا اقتصادنا؟ هو فما زوز مستويات، فما المواطن ومستوى الدولة. خلينا نبدأ بالمواطن. المواطن فما حل سهل هو لوتري سيلكتيف على سوخس، الفرز الانتقائي في ديارنا. ثلاثة شكاير، شكارة الأولى للماكلة نجمو حتى نثمنوها ونخرجوا منها غبار هايل للجنينة. شكارة الثانية للحاجات اللي تترسكل كيما البلاستيك، البلار، والبابي، باش ما تتخلطش مع الماكلة وتولي ما عادش نجمو صالحة، ما عادش صالحة للترسكلة. وشكارة الثالثة للحاجات الاختيرة اللي تجرح البربيشة كيما الإبر والقزاز. المستوى الثاني هو الدولة المتمثلة في البلديات. الدولة لازمها توفر حاويات خاصة لكل نوع متاع زبلة، ولمين الزبلة يولي منظم. شو معناها؟ معناها كل يوم نوع متاع زبلة يتهز وحده، نهار اثنين البلاستيك، نهار ثلاثة البلار والكارتون، نهار الاربعة الزبلة متاع الماكلة، اتسيتيرا، باش النجم نرسكلو أكثر كمية ممكنة من الزبلة، والبربيشة تسهل عليهم الخدمة. وبالطبيعة تنظيم قطاع البربيشة على شكل تعاضديات كيما اللي صار في مصب أم عزة في المغرب، واللي وليت تدخل منه بارشة فلوس. الحاسيلو ما تبخلش على التري، على خاطر ما يدوم في الواد كان بلاستيك. فوالا دوك هذا بالنسبه للفقره جرين جوستومون البربيشه اليوم اللي هما عندهم دور كبير برشا، وخاصه معناتها بالنسبه للايكونومي سيركولير. والله برافو لسعد الوسليتي اللي سلط عليهم الضوء، وسمعت حتى دي رياكسيون دي فيدباك بتاع توينس يقول لك ما يعرفوهمش، ما كانوش يتصوروا معناتها. تصور صادمه معناتها، صحيح تصور البربيشه في برشاكيه معناتها ابدع في تصوير الزبله وفي لي ديشي وكل الوضع اللي يعيشوا فيها الناس هذية دونك، وقديش الامباكت ينجم يكون ايكونوميك كما قالت ميسا دوك. 2400 مليون دينار هذوما فلوس ينجموا يعملوا برشا انفستيسمون للبلاد. احنا معناها في ديارنا بديجست بسيطة، معناها نجموا نعاونوا الناس هذوما ونعاونوا معناها البلاد، خاطر سهل برشا باش تعمل التري، حتى متاع بيبز البلاستيك تحطهم وحدهم، الماكلة كي تحطها وحدها، خاطر هي الماكلة هي سبب الرواية، سبب الجراثيم اللي في النفايات. يعني اذا كان وزيد النفايات الخطيره تو زادت لنا البافيت والسورانج وذوما الحاجات هذه الكل، زاد هذاك دوسي اخر فارس اللي لا جوست في تو جاي الصيف وجايتنا عاد الوشويشه والروايح الخايبه بتزيد تكثر، راهي الماكله راهي تتخمر تولي تخرج غازات سامه كيما الميتان اللي هو في بلدان اخرى يخرجوا منها منه الغاز هذا البيوغاز. دونك فرصه اليوم باش نفرزوا الماكلة وحدها، فرصة دوك زادة باش نذكركم انكم تنجموا تبلغوا على تجاوزات في شهر رمضان، وتنجموا تكلموا الموزع الصوتي 71 194 194. بعد شوية باش تكون منظمة الدفاع المستهلك معنا بالتليفون، راجعين نبيل ملي سبيسيال رمضان على EFM أحلى غاديو. اقتصادنا بالملي في رمضان مع البينا.
اقتصادنا بالملي، مرحبا بكم الناس الكل. 59 دقيقة وكما العادة لقيت هذية باش يكون ديما الموعد مع منظمة الدفاع عن المستهلك، نبلغوا على التجاوزات. الناس اللي بيان سور تنجم تكلمنا على الريبوندور 71 194 194، كما قلنا دوك إذا غريت أي حاجة، إذا ريت عملية غش، إذا ريت غلاء أسعار، واحد مش حاطط البلاكة، واحد معناتها كما نقولوا نحن ما يحبش يحط السوم وكل، وإلا حتى فما رصد موضوع الاحتياط كار، دوك تنجم تكلمنا نحن 71 194 194، ومنظمة دفاع المستهلك تتفاعل معانا وزادة تسمع الشكاية ذيك. علاش نأكدوا على حاجة، اللي يكلم في الموزع الصوتي يقول اسمه واللقب متاعه وين القاء البلاصة هذه، يعني البلاصة اللي صار فيها تجاوز يلزم يقول لنا البلاصة هذه كافين باش نحن مع منظمة الدفاع المستهلك النجمو النسقو. وفرحان برشا بوجود سي لطفي الخالدي معنا على المباشر، مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. صباح النور سي لطفي ورمضانك مبروك يا سيدي. صباح الخير، وصباح الخير على كل مستمعي إذاعة يافان في الداخل والخارج. عايشك. إذا نعرف أنه فما حركة كبيرة برشا وبرشا ضغط زاد على منظمة الدفاع عن المستهلك، حبوا نشكركم على أنكم قبلتوا تكونوا معنا في هالشراكة هذية والفقرة هذه اللي باش تكون خاصة بالمستهلك، ونحطوا على ذمته بيانسور موزع صوتي 24 ساعة على 24 ساعة. شكرا، هذا من واجبنا، لانه احنا نشرنا في رمضان خاصه في منظمه ذروه من مسؤول الذروه الاستهلاكيه الاشكاليات، خاصه في السنوات الاخيره الاشكاليات هذه تضاعفت وظهرت اشكاليات جديده، وان شاء الله نقدروا على خدمه المستهلك بما تمكنه لنا من امكانيات المنظمه كجمعيه مع مجتمع مدني ان شاء الله. به ناخذوا فكره مسارش معناتها اليوم شنو الحاجات اللي حذرتوهم خاصه على مستوى المكاتب الجهويه نتاعكم، فماشي معناتها مخطط كامل وفما رزنامه عمل كامله، التنسيق كيفاش يكون مع الرقابه الاقتصاديه، دونك ماذا بينا ناخذوا فكره اليوم على شنو حذرت منظمه الدفاع عن المستهلك بيان سور للمستهلك. هو في الحقيقة تعودت المنظمة على المواسم هذه، موسم الذروة، أنه ثم تحذير واستعداد يتم قبل شهر من انطلاق الشهر الكريم هذا، ويتم مع مصالح وزارة التجارة، لأنه احنا كما تعرفوا القدرة من الجزرية موجودة عند الدولة، والدولة تتمثل في وزارة التجارة. والحقيقة أنه تم اجتماعات تسبق إلى شهر رمضان المعظم يتم فيها تنسيق بين مختلف المصالح الرقابة بين وزارة التجارة على المستوى المركزي والمستوى الجهوي، وممثلي منظمة الدفاع عن المستهلك من رؤساء المكاتب الجهوية الموجودين في كامل الولايات في التراب الجمهورية، ويقع التدخل عن طريق المنظمة أو عن طريق مباشرة من المستهلك إلى مصالح المرافقة وتسجيل القضايا والإشكاليات التي تطرح يوميا، خاصة على مستوى السوق، من احتكار، من عدم إشارة أسعار، من عدم احترام المكاييل والموازين، من الغش في البضاعة، إلى مختلف هذه الإشكاليات اللي نلقاها في أسواقنا. عنا اليوم رقم معناتها تقريب 7 أيام الأولى في شهر رمضان، يعني قديش مخالفات اقتصادية تم رصدها؟ هو المخالفات هو خلال اليوم الأول والثاني من رمضان تم رفع أكثر من 3500 مخالفة. 3570 بالملي عادة احنا سي لطفي. وهذا المخالفات التي تم رفعها من مصالح المراقبة. لكن المخالفات اللي عينها المستهلك في كل يوم، لأنه تعرف المستهلك التونسي مش في أغلب الأحيان أنه يبلغ أنه ساعات يتعرض للمخالفات هذه، لكن يفضل انه يمكن يسكت ولا انه يخاف انه يبلغ. مش يخاف، هو لا مش خوف، لكن ربما عدم ثقه ربما في قلت انه نبلغ ومن بعد باش نعمل له توا نبلغ عليه اليوم غدوه يواصل الاعمال هذه مع مستهلك غير. هذا زاد يدخل في ثقافة كاملة، وممكن هذية من بين الأهداف متاع منظمة الدفاع عن المستهلك أنه زاد نخلق ثقافة جديدة. وهل هي ما هيش شكاية
بقدر ما أنه أندنانس على خاطر كان كل واحد من جهته معناه ما يسكتش على عملية تجاوز، تو أكيد أنه الأمور ترجع لنصابها. وممكن اليوم زاد اللي خلى الوضعية هذه هو لامبونيتي، اليوم الناس ما عادش تعرف روحها أنها تتعاقب. التقريب معناتها خلينا نقوله الخطية معناتها حاجة ديغيزواغة على الأخر، فهمت؟ وعيته وشهود على ذبيحة القنفود معناتها في الأخر. دونك هذا اللي خلي اليوم أنه هالناس هذية تتمادى في الوضعية الكل، ولينا بثقافة عجبك ولا طير قرنك معناها. وذلك علاش اليوم يلزم أمور ردعية منهم منظمة الدفاع عن المستهلك ووزارة التجارة. وهذا دور البرنامج هذا ومثل هذه البرامج اللي يقوم بها مختلف وسائل الإعلام مشكورين، أنه يوعيه المواطن باش يكوردينونسي باش يشكي باش يتكلم، لأنه كما قلت في التوا لأنه السكوت هذا يساعد المخالفين ويساعدها على التمادي في هذه الإشكاليات. والحقيقة أنه لازم الإشارة ديما لأنه الإمكانيات كذلك الإمكانيات متاع الزجر اللي ما قلت أنا الأول، أنه وزارة التجارة له صحيح موجودة في كامل تراب الجمهورية من المراقبين من إدارة جهوية للتجارة، لكن ما تنجمش يعني الكل. كذلك منظمة الدفاع عن المستهلك احنا نقوم بمجهود لايصال الاشكاليات هذه ونعملوا حتى التري نتاعهم، لانه تم اشكاليات معناها تتجاوز حتى وزاره التجاره، تم اشكاليات تم بالصحه، لانه حفظ الصحه تعرف توا في موسم رمضان تم عده محلات تتحول كانت بيع في حاجه وكانت عندها نشاط يتحول نشاطها لنشاط اخر دون مراعاه اي قواعد من قواعد حفظ الصحه، وهذا في تعامل مع وزاره الصحه. وان شاء الله معناها تقدر مختلف الوزارات هذه تقدر على رفع الاشكاليات حتى يتعود المواطن انه كي ينتصب لقيام بنشاط تجاري ونشاط خدماتي انه يكون معناها يحضر نفسه ويحترم القواعد من غير ما يتدخل ومن غير زجر ومن غير انه هو بيدو يحضر روحه على يظهر لي نعرف انه شعار المنظمه المقاطعه معناتها مجارات العاتة ديما يقول لك انه خليه له وذيك تقعد له قدامه وطوي تيح سومها هذايا ما نعرفش اسكو باش يكون نفس التمشي. لكن زميلتنا بسمه الشتاوي دوكسي لطفي عندها يظهر لي تعقيب على كلامك، تفضل بسمه. صباح الخير سي لطفي، انا اللي حبيت نسأله معناها شنية برامج المنظمه لتوعيه المستهلك بحقوقه، خاطر نعرفوا اللي في تونس المستهلك ما يعرفش فريمون حقوقه والقوانين اللي تحميه. صحيح، وهذا ربما بإيجاز فضلك يا سي لطفي، نعرف الموضوع هذا يشد برشا وقت. لا ما بإيجاز بكل إيجاز، هو لو المنظمة في دورها الأساسي هو التوعية والتحسيش والتثقيف المواطن باش يولي يواجه بنفسه باش ما نقعدوش نلتجئوا للمراقبة وللزجر ولمصالح الدولة. لكن تعرف المواطن أنت اليوم المستهلك التونسي ما عادش يسمع النصح، المستهلك التونسي اليوم ما عادش يقبل النصح بطبيعته هكا ولات. هو كي يشكي يقول لك اعطيني حقي نلقى حقي، لكن كي تنسى يقول لك انا نعرف وانا نفهم وانا مانيش ناقص معناها توعيه وانا مثقف وانا الى غير ذلك، لكن هذا مستحيل لانه ثم قواعد وثم اجراءات. واضح واضح على كل أوك باش تكونوا في بالكم. سي لطفي ان شاء الله ابتداء من الجمعه الجايه ماذا بينا نعطيكم ديما دفعه من الريبوندور اللي يوصلونا والتشكيات، وانتم بيان سور ديركوا الامر وتشوفوا الوضعيه هذه، وخاصه انه ماذا بينا نتفاعلوا مع المستهلكين اللي لاحظوا اي عمليه غش. دونك نذكر انه للتبليغ 71 194 194 هذا الموزع الصوتي 24 ساعه على 24 ساعه على ذمتك. شكرا ليك لطفي الخارجي مساعد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. هذه هي اليوم اقتصادنا بالملي في سبيسيال رمضان. شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو للإكيب الكل اللي كانت موجودة معنا. بعد شوية شيماء المالكي باش تعطينا شنو أحوال الطقس والميتيو، الطقس لمحالة يعمل كيف في ذولي نجموا نخرجوا معناتها اليوم أمورنا مريقلة. بعد شوية زادة تكون معكم زميلتنا أميرة العجيلي في الأخبار، وبعد تجيكم دوك بياسور خولة الخلصي في الماج دو ويكاند. بون ويكاند الناس الكل، شاهية طيبة دوكو بيان سور بربي من غير تبذير، وكولوا وصحة وبشفاء. تشاو. اقتصادنا بالملي في رمضان مع البينا.